فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال: وكقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، وقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الله جل وعلا ينهانا عن التشبه بهم، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا نهي من الله سبحانه وتعالى أن نتفرق في أمور الدين والعبادة والعقيدة كما اختلف الذين من قبلنا، ولم يختلفوا عن جهل أو عن اجتهاد، وإنما اختلفوا عن تعمد وعناد من بعد، ولهذا قال: من بعد ما جاءهم البينات، يعني ليسوا على جهل، وإنما قد بين الله لهم طريق الصواب لكنهم لم يقبلوه، وإنما اتبعوا أهواءهم. فالله نهانا أن نتشبه بهم في ذلك. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، هذه الآية بعد قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. وقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني فرقا متناحرة، لست منهم أيها الرسول في شيء، يعني أنك بريء منهم. الله أكبر. وهم ليسوا على طريقتك ولا على سنتك، فهذا فيه النهي عن التفرق والاختلاف الذي سببه الهوى، الذي سببه الهوى واتباع الظنون الكاذبة.